يواجه فريق بايرن ميونخ فريق بروسيا دورتموند في الجولة السابعة والعشرون من الدوري الألماني لكي تشاهد معنا المباراة مع لا يفضل لا تضبط وشكرا لكم مسبقا ملعب المستفيد المباراة ملعب أليونس أرينا بميونخ في تام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت المغرب والساعة السادسة والنصف بتوقيت الجزائر وتونس والساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودي وقطر والإمارات وسوف تنقذ المباراة القوية والهامة اليوم على قناة بي إن سبورت خمسة ووحيد الناقل الحصري والبث المباشر لهذا الديربي القوي الألماني تجدون البث في صندوق الوصف عند بداية المباراة نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاص لتسعد الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضرب لكم موعد في مواد قادم